السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النوم الصحي، فعدم الاستفزاز الجسم وإفراز الكورتيزون في الصباح، نفرز هرمون الكورتيزون والأدرينالين والنور أدرينالين حتى نتحرك ونستيقظ، وشرب القهوة والشاي بكثرة قد يؤدي إلى عدم النوم في الليل، لأن قسم من الناس حساسين إلى الكافيين الموجود في القهوة وفي الشاي، ويحتاج وقت الجسم حتى يكسر هذه المواد ويتخلص منها، وقد في بعض الناس قد يأخذ 12 ساعة. ولذلك وجدت من تجربتي الشخصية بأن تقليل القهوة والشاي وأخذهم فقط صباحا قد يحسن نوعية النوم الذين نامه. ولذلك الهدوء والأويرنس يعني والتركيز على ما نعمله أثناء النهار يؤثر على نومنا أثناء الليل. فالنوم هو ليس عندما نتمدد في الفراش ونغمض عيوننا ودماغنا يلعب ويفكر ولا يستطيع الهدوء، إن عدم النوم هو تحفيز الدماغ. الدماغ يبدأ يعمل، وإذا كانت هناك أفكار كثيرة في دماغك فاستيقظ واكتبها على ورقة وسوي دايري. دائما اسأل نفسك ماذا عملت، ماذا أكلت، ماذا شربت، في أي وقت أكلت، في أي وقت شربت، في أي وقت سويت الرياضة، ما هو نوع الرياضة، حتى تفهم السبب. وكل شخص هو خاص ولا يشبه الآخر، ولا تقارن نفسك مع أي شخص آخر، دائما قارن نفسك مع نفسك، والصحة هي تاج على الرؤوس. وشكرا وإلى اللقاء.